رئاسية 12 ديسمبر المقبل شكلت الحدث الأبرز في معظم الصحف الوطنية الصادرة للنهار اليوم. نستهل جولتنا بجريدة الشروق اليومي التي عنونت في صفحتها الأولى اختاروا الأقدر على قيادة الشعب والدولة، وهو مقتطف من كلمة الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي فيما يخص الانتخابات الرئاسية المقبلة، مؤكدا موقف المؤسسة العسكرية بعدم وجود أي طموحات سياسية لها سوى خدمة مصلحة الجزائري وشعبها. جيدة البلاد هي الأخرى أبرزت بالمد العريض الشعب ملتف حول الجيش لإنجاح رئاسيات، بعد تأكيد الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي من ورقلة أن العصابات تلقت الرد الميداني المناسب بعد الهبة الشعبية التي عمت كافة أنحاء الوطن والداعية لإنجاح الرئاسية المقبلة. ومن جهة أخرى اختارت جريدة الشعب عنوان أول صفحتها بالمترشحون في الميدان لكسب ثقة الناخبين، مشيرة إلى الأوراق الرابحة لكل مترشح من خلال تطرقها في صفحتها الخامسة لخطابات المترشحين في اليوم الثالث للحملة الانتخابية، بين الداعي إلى مراجعة الدستور وإبراز أهمية الانتخابات لوصول البلاد إلى بر الأمان والمؤكد على الثوابت الوطنية بالإضافة إلى عصرنة قطاع الفلاحة. جريدة النصر هي الأخرى عنونت المترشحون يلتزمون بمواصلة الحرب على الفساد، مبرزة أهم تصريح لكل المترشحين الخمسة في أول أيام حملتهم الانتخابية والتي اجتمعت كلها على استعدادهم لمحاربة الفساد. ومن جهة أخرى تطرقت جريدة النصر إلى كلمة الفريق أحمد قايد صالح الذي أشار إلى تفطن الشعب لخلفية الأطراف الحاقدة، مؤكدا أن الشعب رد عليها بطريقة مناسبة. جيدة أوغيزون الصادرة باللغة الفرنسية اختارت عنوان صفحتها الأولى الشعب هو الجيش والجيش هو الشعب لتفصيل فيه في صفحتها الثالثة، مشيرة إلى تأكيد الفريق أحمد قايد صالح على دور الجيش الوطني الشعبي خلال هذه المرحلة الخاصة التي تمر بها الجزائر، ما سمح بالحفاظ على مؤسسة الدولة وهيبتها. جريدة الإكسبريسيون تحدثت عن موضوع الانتخابات الرئاسية المقبلة وعن تضامن الشعب مع الجيش، حيث عنونت في صفحتها الأولى الاتحاد المقدس، مؤكدة أن الجزائر تحتاج إلى الشخص الذي يمكنه أن يفتح أمام شعبها أبواب الأمل، مشيرة أن الجيش مرتبط بشعبه.